شلونك؟ شو اختك؟ طيب ان شاء الله. نعم منك سيدي. ان شاء الله طيب. شو اخباركم؟ شو اختك؟ الله يخليك. الله يسلمك. هاي امي. ثلاثة ولدي جرحى. تعال قول لهم للوزارة، خلي يسمعون حتى هاي. اقعدي هناك اقعدي مكانك. السلام عليكم اخواني. انا ذولا ثلاثة حطيتهم فدوة للوطن. وطة بعد فدوة، بس مثل ما اعطيت الوطن اريد من عده. اريد منه علاج. هذا ابني صار لي 14 سنة. ما خليت والله العظيم ما خليت، يعني كل شيء سويت بس ما حصلت نتيجة. هذا شوفون مقعد على الكرسي، وأنا والله ما أتأسف عليهم لأن تصوبهم فدوة للوطن والطبيعة، فدوة روح للستار. يعطيك العافية. روح اقعد ارتاح. أنا جاي أشوف، أنا جاي أتدلل. الأموال اللي نزلت؟ الأموال أنا جبت من الناصرية. وين بالناصرية؟ بالناصرية الضريبة. والنعش. والله احنا عانينا الله وعانينا. وحين اللي بعين الله خليك. إن شاء الله أنا بعين الله، وإن شاء الله على قولته هن الأولين ترى على أوله، يعني ترى على أوله يعني بعد قبلك ما حد. بعون الله وأخوي ما قصر والولد ما قصر، غريتها من الله ومنك أريد علاج. تو مريض؟ أريد والله العظيم ما خليت طريق ما لقيت بابه. هاي صار لي 14 سنة على هالحالة. أنا أهم شيء علاج عندي، العلاج أريد أبعد بعونة الله وعونتك. شوفت عينك. وين صابت؟ سيدي بالناصر من فلولة. الفلولة. هو أنا هذه والثاني والله هم مهيكل، إيده كبت على متنه، على رقبته، على إذني. ما قدرت اجيبه. سيدي احنا ثلاث اخوان جارحه بيت واحد، اخونا الرابع يداوم هم يداوم عمليات سوما، كل احنا بنجيب. الله يحفظكم ان شاء الله. تضحياتكم شبيره. الله يعزك. احنا جينا يعني الانسان يعجز عن تقديم الشكر.